اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. سبحانك ربنا يدك ملأى سحاء الليل والنهار، دائمة الصب بالخير ليلا ونهارا، وأنت القائل واسأل الله من فضله، فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. يا حميد لك أوسع الصفات وأعلاها، اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا أنت الوتر الذي لا شريك لك، نعوذ بك من الشرك والنفاق والرياء والسمعة، ونعوذ بك من صغائر الذنوب وكبائرها. ربنا أنت الحق الذي لا مرية فيه، نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وتوحيدا خالصا. ربنا أنت المبين، بينت لنا ذاتك المقدسة، وبينت لنا شرعك، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. يا صمد أنت تصمد الخلائق إليك لحاجاتها، فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا أنت المولى، اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن أحسن الظن بك فقبلته، يا رب العالمين. ربنا أنت الولي، فاجعلنا من أوليائك، وخلص عبادك، يا ودود أنزل علينا ودك. ربنا أنت المتعالي، زدنا رفعة وعزا وعلوا بالإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، يا خير الراحمين. ارحم موتى المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، ووسع ونور عليهم قبورهم، يا رب العالمين. يا خير الغافرين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا خير الوارثين، هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة، يا رب العالمين. يا ستير، استر عورات المسلمين، وآمن روعاتهم، واحفظهم من شرور الإنس والجن، يا رب العالمين. تباركت ربنا يا ربنا أسماؤك، فبلغت الغاية في كثرة الخير ودوامه، فاللهم بأسمائك نسألك أن تبارك لنا في ديننا وأعمالنا
وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا بيدك خزائن السماوات والأرض، آتنا من لدنك رحمة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا خير الرازقين، اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، وارزقهم مالا حلالا واسعا بعيدا عن المحرمات والشبهات، واجعله عونا لهم على طاعتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، يا سميع يا عليم يا رب العالمين. ربنا إنا نعوذ بجبريائك وهو سلطانك من شر ما خلقت، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا أنت القاهر تقهر عبادك على ما تريد، فاللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل ديارهم ديار أمن وأمان، متبعين في ذلك كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى وبجميع صفاتك العلى أن تنجينا من النار، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.